والله عطريه. احنا ان شاء الله ندعمهم، بس يمكن ندعمهم بسيكل بسياره. دعموا عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. صرتم يا اخي ما ادري ايش ارد عليه، ايش نخلي. حياك الله يا عمر، انت طلبت المداخله هنا في الكونفشن روم. اولا في كلام اليوم، الله يحييك، تفضل. اولا الله يحييك وتحيا المطر. ثانيا 30 يوم من يوم بدا كلام اليوم الى يوم 30، وانتقاداتهم كلها على فرق الدعم. امس يوم تكلمت انا والاستاذ عبد الخالق، ايوه يعني طلبته. نعم تكلم. لاحظ ان فهد معي اللي تكلم وانا. نعم انا اتكلم مع الاستاذ عبد الخالق، كان نقاش قوي جدا، ما يخص انك يشكر عمر بن السيد ولا لا. ولا تقول اشكر فريق الدعم، فريق الدعم حقك. ايه فريق الدعم حقك، فكر تشيله والله لا لا وناشيل. اسمع يا ابو معيان، لا تتحجم على فرق الدعم، واذا اشتغلوا شغل كويس تروح تسوي نفسك مجنون تفقد الذاكره. ما علي فيك ولا في فرق الدعم. لحظه عمر عمر عمر، ومن متى احنا في فقره كلام يوم نقبل املاءات من متسابق؟ تقبل ليش؟ نقبل املاءات من متسابق. املاءات كيف نسير حلقتنا؟ ترى كل اسبوع فقرتك كامله كلام اليوم من عمر بن السيد، محاورها انا اللي اسويها. شوف يا عمر السيد، بقول شيء، لا تجي وش محاورك اللي سويتها؟ انت 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 راسك لحظه. عمر بن السيد، انت يا فهد معيان، يا سوي انت يا عمر السيد، انت يا عمر بقول لك شيء، يروح يحول الاسبوع، بقول لك شيء، بقول لك شيء عشان ما تنضغط وتروح تسبنا في الكونفشن روم الثاني. اسمع يا عمر، ما سبيت، السب كان موجه منكم وانا انتقدت نقد بنا. طيب اسمع بقول لك شيء، انت يا عمر، انت يا عمر كمتسابق اصلا انت براسك محور لنا الكلام اليوم، اداه مجرد اداه، فانت بالنسبه لنا محور مجرد وما اداه، وما تقول وما تذكره في البرنامج هو محور الاداه. لا تقول على الكرسي يا فهد معيان اليوم وخليتك. والله العظيم يا عمر السيد علمت شيء، علمت شيء يا عمر السيد، انت جاي متسابق، انت جاي متسابق يا عمر السيد، طبيعي انك تكون محور. عمر 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 اعلمك شيء يا عمر، انت كل شيء، انت كل شيء، انت محتواي يا عمر السيد، بعدين محتواي عمر السيد، عمر السيد كل طبيعي، كل شيء يقدمه الأداة استخدمك اليوم كأداة. يضربنا ساعتين إلين نفزع له، طلب كم ساعتين عقرنا عشان يطلع لكم يشروب، اليوم طلبني ساعتين عشان يسوي معي مقابلة. ما طلبت يا أخي. وشكرا وشكرا نعترف لك يا أخي. عندنا عندنا أنا سمو عارض وعمر الطليبي. بعيدا عن الصياح، اسمع اسمع يا فهد، اولا امس ما طلبت لكم في الروم ولا دخلت غرفه لكم في الروم، سمعت عشان سمعت الصوره. انا سمعتك الشيء سيارة. الثاني طيب هو يقول طلبت بعد لكم في الروم. اسمع الشيء الثاني، بس بتاكد اكد على معلومه يا عمر السيد، اكد على معلومه. احنا لا نقبل املاءات، واذا كنت انت يعني ذكرناك في ضمن محاورنا او شيء فهذا طبيعي، لانك انت متسابق، انت محورنا زيك زي اي متسابق ثاني، وانت ناخذك محتوى عندنا فقط الكلام اليوم، لانك من ضمن هذا البرنامج محتوى، مثل ما اخذكم محتوى انا. كيفك انا اخذت كيفك فقرة كلام اليوم، بس احنا ما نقبل املاءات، ما نقبل املاءات منك، وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت احنا من نتحكم بالفقره هذه، وزي ما انا شوف يا عمر، شوف يا عمر عشان تكون في الصوره، اسمع عشان نتناقش نقاش واضح وصريح. انا اتناقش معك نقاش واضح وصريح، واضع النقاط على الحروف. ايوه تماما، تفضل. انا على الهواء، ولما جيتني تحت تعرف اني ما احب هذا الاسلوب وما اقوله، ولا عمري في مسيرتي في مجالنا لا اتكلم، اني اقول فيه. اني اقول حديثي مع المتسابق. قولها عادي، لا لا ما انا ما اقول، انا مهني، أنا ما اقول ما اقول اللي تحت الهواء، اجي اطلع على الهواء. فهد معيان تكلم، وفهد معيان هو ناقد وكلامه خاطئ، له طرحه وله اسلوبه. لا ما بيع فهد، لا 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 ما بيع فهد معيان، يحق له انه يقول هالكلام يا سيد الفهد. انا عندي سياسه اللي كان موجود منصور القرني. انا ما اسمعك، انا ما منصور القرني اللي كان موجود، انا ما اسمعك، انا ما اسمعك، انا ما اسمعك، تعاني من اللحميه. خليني اكمل. حسبي الله ونعم الوكيل من هذا المكان، تشمت بي، اكمل اكمل يا عمر بعدين عشان صوتك يطلع واضح، اذا تبغى صوتك يطلع. طيب اسمع اسمع، احنا جايين، شوف يا عمر، شوف يا عمر، احنا جاي هنا في كلام اليوم عشان نشكر فرق دعمك من ورا التريلات، من ورا التريلات، وقف وقف، من ورا التريلات نشكر. لا 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 نشكر عمر السيد. نعم. شوف انت يا عمر السيد، انت يا عمر السيد وصلت لمرحله، اكمل كلامي يا اخي، اسكت يا اخي، اكمل كلامي، لا تسكتني، اكمل كلامي، لا تسكتني يا اداه عمر بن السيد. انت متسابق اداه زيك، زي ما اخذت فهد معيان اداه اليوم. شوف يا عمر، نعم شوف يا عمر، لا بالعكس، في مسيرتك في مسيرتك في مسيرتك في برنامج جزر صديق 8 لازم تفتخر وتذكر اني كنت عملت لقاء مع فهد معيان. ما يخصك افتخر ولا ما افتخر، ما تحسب فهد معيان على فكره، ما يخصك افتخر ولا ما افتخر، فهد معيان رفع مشاهدتك اليوم يا عمر السيد.
اسمعني انا رافع مشاهدات اكمل كلامي اليوم من يوم اكمل كلامي عشان ما اضطر افيد صوتك اكمل كلامي اسمع يا عمر انت الحين بينت انا شفت دخوليتك ما لا ما نالت استحساننا بالتالي ما شفنا انها ذات اهميه طيب. الامر الثاني اتوقع انك انت ذكرت كذا مره شكر الفرق دعمك اذا انت حاسس بضعف لهالدرجه ان صوتك ما وصل وتحتاج فريق كلام اليوم عشان يدعم ضعفك هذا ويوصل صوتك تحس انه ما وصل لجمهورك وفرق دعمك ابشر انه يجي في احد احنا نقول احنا نقول لا تسقط ما اسمح لك تسقط اذا بتقطعني بتقاطعني بغيت صوتك طيب اذا بتقاطعني بغيت صوتك لا تسقط اذا ما اسقط يقول حقيقه انا اقول الصوت تقول حقيقه انا اقول الصوت يا عمر سيد انا اقول الصوت اسمعني اسمعني ما اسمعك اكمل كلامي لا تجيب احداث اليوم افيد صوتك انا ما اسمعك اكمل كلامي اسمع لا تجيب صوت ايوه سولف مع نفسك سولف مع نفسك يلا سولف اسكت يا الله اكبر ايش ذا الجمله القويه ما حد يسمع يا ساتر انا اقترح عليك عمر السيد اصبر اصبر خل انضغط تفضل صوتك ترى مفيد يا عمر صوتك مفيد ترى الحين قاعدين اوكي عمر السيد انا عندي اكثر عمر السيد دخوليتك الجايه خلها من المقدم طيب ايش رايك الحين ايش رايك اضغط عليك المايك بس ما تقاطعنا ما اسمعك ما اسمعك يا اخي الله لا يجعل طيب يلا بعدين يجي بعدين يجيك هذا يقول ما لي بعده انا لا 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 افتح المايك والله لو اني محلك ما عاد اقعد افتح المايك والله لا امشي ريحني ريحني يا عمر يلا كمل كلامي عشان اعطيك مساحه يلا تفضل ايوه كذا ما تمشي كذا ابغى يعطيك مساحه لا يقدر علي يقول لي ما في ايوه كذا ممتاز بس لا تقاطعني يلا تفضل بس اعطني مساحتي عمر بكيفي عاد وقتها عمر السيد اشرب عمر السيد حس بضعف معين في البرنامج حس ان صوته ما يوصل حس انه ما في جمهور كبير يدعمه احتاج فقره كلام اليوم عشان تدعم ضعفه هذا وتعطيه قوه زي ما اعطاه فهد معيان قوه اليوم وتواضع فهد معيان وسجل مسيره في او سجل محطه في مسيره عمر السيد واعطاه اليوم جزء من وقته للقاء احنا في الكلام اليوم نعطيك جزء من وقته لدعم ضعفك اللي انت تحسه واللي ما قدرت توصله لفرق دعمك ونقول شكرا لفرق دعم عمر السيد شكرا لجميع فرق الدعم للمتسابقين جميعا على دعمهم للمتسابقين كذا خلاص لا ابغى اتكلم دوري الحين ارد كذا مرتاح خلني اتكلم طيب ما عندي وقت الله عمر السيد شكرا لك الله يعطيك العافيه في امان الله يلا اخر واحد